السلام عليكم. منحة في جامعة برادفورد في بريطانيا. الجامعة دي يا جماعة عاملة منحة للاجئين أو طالب اللجوء أو ذويهم من اللي هم لهم إقامة في بريطانيا. المنحة يا جماعة تعتبر تمويل كلي للدراسة، مصاريف الدراسة، و 500 جنيه استرليني طول السنة مصاريف كده بس انتقال، ودعم معنوي بالإضافة للغة الإنجليزية. لو أنت حصلت على قبول غير مشروط ممكن يعلموك سنة لغة إنجليزية قبل الدراسة، ماشي كده؟ ده تمويل. بعد كده حضرتك أي حد من أي حتة في العالم، لاجئ أو ساعي للجوء أو أهله أو من أهله، حضرتك حتى لو أنت واخد إقامة بس المهم تكون في بريطانيا، بالإضافة أن أنت تكون قريب من جامعة برادفورد أيا كان بقى المنطقة، يعني عشان هم مش متكفلين ب الانتقال منها وإليها ولا السكن بالإضافة ولا تكاليف المعيشة. ده بس عشان نحط النقط. بالإضافة يا جماعة إن هي للبكالوريوس، يعني بكالوريوس ودراسات عليا في تخصصات أذكرها لك تحت الفيديو. كمان إن حضرتك تكون السن بتاعك مش مذكور، يعني أيا كان السن بتاعك، بس أهم حاجة تكون حصلت على قبول قبل شهر 9/2019، قبول في الجامعة مشروط أو غير مشروط. حضرتك تكون عندك ظروف قاهرة، يعني لاجئ أو وتقدر تثبت الظروف القاهرة دي. كمان تكون موجود في أي مجتمع أو جمعية أو كلية أو جامعة، عشان هيجيبوا من هناك recommendation letter من هناك أيا كان بقى، عشان هم عايزين recommendation letter. فحتى لو أنت في مجتمع، بمعنى كلمة مجتمع دي حتى لو أنت في مدينة أو في شارع كويس، بس يبقى في مثلا حد عارفك أو بتاع، على حسب هم كاتبين الكلام ده. بالإضافة إن إحنا نكون عارفين ان احنا طالبين دراسة في مجال معين او عايزين نسجل في اي حاجة من التخصصات اللي موجودة تحت الفيديو ان شاء الله. طبعا انا هسجل لك كل حاجة وهعرفك طريقة التقديم بإذن الله حوالي 4 خطوات والشروط، وهسجلها لك تاني تحت راجع معايا، وكل الروابط بالاضافة لرابط اتصال بيا لو اي مساعدة تحت امر حضراتكم. الديدلاين 30/6/2019. تحياتي لحضراتكم، دكتور محمد أنس الباز، شكراً.